حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الرائد سلمان صويلح، رئيس مركز الدفاع المدني بالإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية. أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار. يعني هذا المنخفض الجوي وحالة عدم الاستقرار الجوية قد أصبحت من الماضي، كما أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأنها يعني فرصة هطول أمطار هذه الليلة تكاد تكون شبه معدومة، لكن تداعيات سقوط الأمطار ما زالت يعني قائمة وموجودة. هل تطلعنا على ما قامت به إدارة الدفاع المدني من عمليات خلال الساعات 24 الماضية؟ يا هلا يا مرحبا فيك أخوي، ومسي عليك ومسي على السادة المستمعين. نعم بلا شك جهود الإدارة العامة للدفاع المدني جهود جبارة، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد لجميع مراكز الدفاع المدني ومباشرة جميع البلاغات الواردة إلى غرفة عمليات بالإدارة من تجمع مياه الأمطار في المنازل وكذلك في الطرقات الرئيسية والفرعية، ومساعدة السيارات العالقة في مياه الأمطار وإزاحة اللوحات الإعلامية في الشوارع، كذلك الأشجار الساقطة في الطرقات بسبب الرياح. هذه كل البلاغات اللي تأتينا في هذه أيام الأمطار، علما بأن الجهود متواصلة إلى الآن مع تلقي كافة البلاغات. نعم، إذا كانت لديكم رسائل تريدون توجيهها لأبناء المجتمع خلال هذه الفترة من مواطنين ومقيمين ربما قد تعاني دورياتكم أو الآليات التي تتوجه لإنقاذ بعض العالقين أو لتصريف المياه والمساعدة أيضا في شفط تجمعات مياه الأمطار من بعض العالقين في مثل هذه التجمعات، إذا كان لديكم أي رسائل تريدون توجيهها للمواطنين والمقيمين بشأن ربما عدم الذهاب أو الخروج من المنزل من غير الضرورة أو الدخول في تجمعات مياه قد تؤدي إلى تعطل مركباتهم وبالتالي تعطل جهود الإنقاذ، أو توجيه أي خدمة ربما تود الإدارة العامة للدفاع المدني تقديمها لمن يحتاجها؟ نعم، تهيب الإدارة العامة للدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين كذلك مستخدمي الطريق بشكل خاص بأخذ الحذر والحيطة والتوجه بعيدا عن الأماكن المنخفضة، أماكن تجمعات الأمطار، لسلامتهم وسلامة مركباتهم أولا وأخيرا. أما بخصوص النصائح الخاصة في المنازل، تنصح إدارة العامة للدفاع المدني أخذ الحيطة في التعامل مع الأدوات الكهربائية وقلق كل ما هو يعني غير ضروري للاستخدام، خصوصا في هذه الأجواء الماطرة، الأسلاك الكاشفة بالخارج تسبب التماسات الكهربائية. ننصح الساكنين والمواطنين بالحذر في التعامل مع الأدوات الكهربائية المكشوفة. كذلك يعني لا يخفى على السادة المستمعين والمواطنين والمقيمين في حال طلب المساعدة الاتصال على رقم الطوارئ المعروف 999، ونتمنى من الجميع التعاون والمساعدة خصوصا في هذه الأوقات، خصوصا في الطرقات وإفتاح المجال لآليات الدفاع المدني بالمرور بأريحية مباشرة البلاغات بشكل سريع وآمن. شكرا جزيلا لك. سلام للجميع. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الرائد سلمان صويلح، رئيس مركز الدفاع المدني بالإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.